تحديثات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. أوه، آسف سامي، سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولد محسن. النجدة! الصوت قادم من هناك. ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير. محسن، هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعتما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما. حسنا، إن لم تضيعا محسن غانم، كنت تغش، كنت تغش، صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جريا. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير، ستجد الكثير ليلى. في متجر الصغير ستجد غبية. غشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً. إنهما أيمن وفتح يديهما مباشرة سارة وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كلهم بأنفهم متقاربون جداً، سينتهي السباق بالتعادل. مهلاً، لا 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 أصدق، سامي وليلى آلة سباق السخان الثلاث. يا للروعة، لقد نجحان، يا له من سباق جميل. أحسنتما، أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا سامي. أهلا، اركبي يا فاتن. هي رائع، كنت محقا يا محسن، قلت إني تعالي أيتها النبتة الجميلة، تريدين بعض الراحة قبل أن نذهب إلى فتحي؟ هل المكان مشمس؟ ربما تفضلين الجلوس. لقد عدت. سأعد الشاي. لا، لا يمكنك القدوم، لا يجب أن يرى نبتة الطماطم. الخزانة صغيرة. هل من مشكلة أيمن؟ لا لا، كل شيء على ما يرام. أنا جائع جدا، هل لدينا بسكويت؟ أظن ذلك، لقد رأيت علبة البسكويت هناك في المكتب، سوف أذهب حالاً وألقي نظرة. مسكينة، أيتها الطماطم، ماذا سأفعل بك الآن؟ ماذا؟ خطرت لي فكرة. ماذا يفترض بهذه أن تكون؟ لا يفترض أن تكون شيئاً يا محسن، إنه فن، فن بالأزهار. هل هذه ما ستشارك فيها في عرض الورود؟ إنها نبتة عصرية. لا، إنها نبتة الطماطم التي تخص السيد سليم، على الأقل كانت كذلك. أين الطماطم إذن؟ لقد سقطت عندما أوقعتها، أنا في ورطة الآن صدقني. لا تخف أبداً يا أيمن، وقعت في مشاكل أسوأ من هذه بكثير، أعلم ما عليك فعله. هاك،
هيا قل الحقيقة يا أيمن، ألست عبقريا؟ لكن يا محسن لا يزال واضحا أن الطماطم ملصقة. إنها بخير، احرص فقط على إخفائها خلف شيء كبير ومريع. أعرف النبتة المطلوبة تماما. أوه كم هي جميلة الآن، انظري إلى الفجوة التي خلفتها. أبي هل ستقلب الأسمدة الآن؟ سامي قال إن ليس الآن، فأنا مشغول جدا، لقد حان وقت بدء عرض الورود والخضروات. انظري انظري يا هانا ما أروعها. آسف سيدة طماطم، لا أظن أنك ستفوزين بالجائزة الأولى. ماذا؟ شواء تامر أشعل نارا في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه، أرجو أن تكونوا جميعا قد انتبهتم لدرسي هذا الصباح. حسنا يا أيمن، يبدو أنك ستأكل السجق في وقت أبكر مما ظننت. آمل أن يكون قد تبقى منه شيء. سنحتاج إلى خرطومين لإطفاء هذا الحريق. حسنا سامي. والآن يا أيمن افتح الماء. سامي انظر، هناك واحدة من قوارير الغاز قد تنفجر في أي لحظة. أحسنت لأنك رأيتها، هيا أبق الجميع بعيدا بينما نسيطر على الحريق يا أيمن. حاضر سامي، هيا تراجعوا جميعا من هنا. أماني استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة بينما أطفئ ما تبقى من الحريق. لا تقلق سامي استمري. انتهيت، انطفأ الحريق. هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفائي سامي؟ آسف يا محسن، فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً. علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي. سأخذ ما تبقى من القريدس. لكني أشعر بالجوع الشديد، حتى إنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس. ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة، وربما تقلل من كمية الفحم تلك. أنت محق يا سامي. إنها غلطتي أيضاً يا تامر، فقد كنت أتباهى قليلاً. الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس. مهلاً، برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما. حسناً أماني، عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل. النجدة! النجدة! ليساعدني أحد! كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر. هيا يا فاتن افعليها. لا! لا تستطيعين فعلها، أنت خائفة. ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن، بل لأنني لا أريد، يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة. النجدة! اسمع، هناك من يصرخ. النجدة! لقد علق. الصوت قادم من الجرف، هيا بنا. النجدة! النجدة! إنها أماني. حمدا لله أنكما هنا، لقد علق. على أحدنا أن يطلب المساعدة. انتظري لحظة، ماذا تحملين بيدك؟ عصا استغاثة. ماذا؟ يجب ألا تلعبي بها. لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإطفائي سامي. أحسنت، ولكني بحاجة إليها الآن. فاتن أيمكنك رميها إلي؟ أنا؟ حسناً. رمية رائعة يا فاتن. عجباً، ما هذا؟ أين ذهبت العصا؟ الاستغاثة؟
لقد انطلقت من الجرف. سأتصل بالإطفائي سامي. أوه، نور استغاثة انطلق من الجرف. فهد نور استغاثة يا سامي. لابد أن أحدا ما في ورطة. سيقابلك فهد هناك بالمروحية. الحمد لله جاء فهد. جاء الإطفائي سامي. الماء يبدو هادئا، ولكن من السهل الانجراف عميقا في البحر إن لم نكن حذرين. سأتصل بالإطفائي سامي. أحسنت يا مشمش. وداعا يا شطيرتي. فارس ومحسن تائهاني في البحر. بلغنا أن صبيين مفقودان في البحر. يبدو أنه عمل المروحيات. من المستحسن أن يخرج فهد في مروحيته حالا يا سيدي. دع الأمر لي سامي. يمكنك القدوم يا مشمش. لابد أن سميحة تتساءل عن مكانك الآن. وقراري أن نجدف نحو الشاطئ. لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ. ربما أبحرنا بعيدا عن اليابسة. آمل أن يكونا بخير. إن كانا في البحر سيجدهما سامي. ليس لدينا طعام ولا ماء. ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس؟ رجاء اهدأ يا محسن. لابد أنهم يبحثون عنا. لكن المحيط مكان كبير جدا، وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة. هنا. أخبار رائعة سامي، لقد رأيتهما. لا أعرف كيف وصلا إلى هنا. سننضم إليك قريبا. شكرا يا فهد. انتهى. أنا آسف يا سامي. نمنا في القارب. وماذا بعد؟ حسنا، راقبي هذا. انتهت المشاكل أخيراً. سأعود إلى العمل. نعم، وحان الوقت لأقوم بأعمالي البسيطة. النجدة، لقد علقت. محسن. شخص آخر في ورطة. النجدة، أمي، لا أستطيع تحريك قدمي أبداً. عجباً، ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف، يحتاج إلى دقائق ليجف. لا تقلق يا محسن، سوف أخرجك. محسن، غانم، متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي. لا أطلب إلا السكينة والهدوء. هذا صوت إنذار حريق، وذاك دخان ناجم عن حريق. متجري، سأتصل بفرقة الإطفاء. توقفي ليلى، يجب ألا تدخلي مبنىً يحترق أبداً. سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك. هذا سيستغرق وقتاً، سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة سامي. مرحباً أيها الإطفائي سامي. كنت فقط آسف يا فارس، حالة طارئة، سأعيد هناك. رائع. أنا لا أفهم، ظننت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم. هذه ليست طريقة لائقة يمضي بها رجل الإطفاء عطلته. لا وقت للشرح يا سيدي، هناك حريق في متجر ليلى. حريق؟ وأخيرا
أخيراً بدأ العمل. انتظروا، مهلاً، لم يقرع الجرس. سأجرب ركوب لوح التزلج. حمداً لله أنك عدت سامي. مذهل، انظروا إلى كل ذلك الدخان. رائحة طلعت كرائحة المروج. أيمن، اقطع الكهرباء عن المتجر. حسناً سامي. مرحباً يا فهد. بأنك تطفئ حريقاً كبيراً، أعني حريقاً كبيراً جداً. حسناً، هكذا. هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ اخرجوا، حريق، هيا اخرجوا. هذه هي. ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزلق على العمود إذا شئت. فكرة ممتازة ورائعة. حان الوقت يا فاتن. فهد، أطلق الحبل الآن. شكرا يا فهد. أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير وقد أصبح في مكانه الصحيح. إلى اللقاء وشكرا. لا مشكلة يا فاتن. حسناً يا فاتن، لنعد إلى منزلي لنرى من اصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية، وكأننا لا نعرف سلفاً. ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن. وما أدرك بذلك؟ هيا اذهبي، عدي إلى منزلك. يا جميلتي، لا توجد رياح كافية. سأجرب في الحقل المجاور من هنا. نعم، كنت بارعا جدا يا أمي، أماني قالت ذلك. أنا متأكدة من ذلك، أنت بحار بالفطرة. عجبا، استمع إلى صوت الرياح. الرياح القوية تناسب الإبحار. أمي، لم لا أبحر بك في الزورق؟ أنت راشدة، أماني قالت إنني أستطيع الإبحار مع راشد. أرجوك يا أمي، أرجوك. احذر محسن. أعلم ما أفعله يا أمي. أنت ترشقني بالماء. محسن، لا تفزعي، حان وقت رفع الشراع. لا تحرك، سوف ينقلب. لا، لن يفعل. هاتي، لقد رفعته. أخبرتك أنني بارع. نحن نميل، النجدة، نحن نميل يا محسن. لا بأس، إن جدفت قليلا سيصبح ثابتا. انظري ما جعلتني أفعل. محسن، أعدني، هذا لا يعجبني، أشعر بالغثيان.
أنا لا أفهم لماذا لا تطير؟ نعم، هناك رياح. أتود بعض المساعدة يا رئيس قسم الإطفاء؟ أنا لا لا لا, لا أحتاج إلى المساعدة. كل ما أفعله أنني أختبرها. أستطيع أن أريك. يا للعجب. لقد ابتعدنا. الأمواج ترتفع. أعدني يا محسن، المكان عاصف هنا. الموج ليس عاليا جدا، لا تخافي. نحن ندور في مكاننا. هذا لأني لا أملك إلا مجدافا واحدا. سأمرض حتما. بسرعة اتصلي واطلبي المساعدة. أتصل. لا أستطيع، لم أحضر هاتفي. إذا لوحي وصرفي. حسناً، أنا في طريقي إليكما. حادث في البحر؟ إنه شادي. إنها عائلة شادي ثانية، لقد جنحوا في قارب شادي. انطلقي بسرعة أماني، هيا. لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل. سأذهب بدلاً عنها سيدي. متأسف أيمن، أماني هي الخبيرة هنا. هيا خذي السيارة واذهبي. اسمع، سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت. حسناً. إنه يوم حافل جداً. لا جدوى يا شمشوم، لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر. هيا أماني، هيا يمكنك فعل هذا. هيا أماني. لا جدوى، أنا أعرض الجميع للخطر. أنا آسفة يا سيدي، لا أقوى على تنفيذ عملية الإنقاذ. يجب أن ترسل سامي. حسناً أماني، ابقي مكانك، المساعدة قادمة. أيمن، أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء. سأجعل سامي يقابله هناك. سأفعل سيدي. سامي. أجل سيدي. أنت سريع. أنا مستعد لأداء الواجب. ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة. ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيت؟ لا، أظن أني مصابة بالحمى. لنخرجك من هنا. أنا آسف يا أطفال، سنفعل ذلك في يوم آخر، أعدكم. هذا ليس عدلاً. نعم، قال سامي إن هناك مفاجأة تنتظرنا عند نهاية الجبل. هاي، لم لا أكون أنا قائدكم في الرحلة؟ لا تكن سخيفاً يا بني، تحتاجون إلى راشد ليأخذكم. إلى قائد قوي وآمر أيضاً. رجل مرهف الحس، أقصد رجل قوي وصلب. أنا أستطيع أخذهم. أوه تامر، بالطبع. أتريدون أن أخذكم يا أطفال؟ رائع، مذهل. ماذا؟ تامر سيأخذنا في رحلة إلى الجبل، هذا مستحيل. أنت قادر على ذلك، صحيح؟ بالتأكيد، أنا قائد بالفطرة. عندما يفشل قائدنا بالفطرة فشلا ذريعا، سأحظى بفرصتي لأكون المسؤول. ها، هيا استمروا جميعا. مهلا محسن. ليس بهذه السرعة. لما هذه العجلة؟ انتظر لنرى. نحن هنا، هذا يعني أن تلك مدينة الأحلام،
هناك الميناء و... أو لا! يا للهول! رائع! الآن لم تعد لدينا خريطة! من يحتاج إلى خريطة؟ كل ما علي فعله هو أن أتبع أنفي! هيا! سنبدأ بجمع الصناديق وإبعادها يا فهد، فحاول أن ترى إن كان هناك المزيد. لا تقلق سامي، سأفعل ذلك. واحد، اثنان، ثلاثة، هيا! أجب سامي، توجد عدة صناديق أخرى طافية إلى الجنوب منك. شكرا فهد، لكن أخبرنا كيف الوضع على الشاطئ؟ إنه رائع، أيمن وشادي يسيطران على الوضع. لقد سلكنا هذا الطريق من قبل. قال تامر إنه كان يتبع أنفه، ولا يبدو أن أنفه يعرف الطريق، أليس كذلك؟ ماذا سنفعل الآن؟ الآن فارس، سوف نتناول الغداء اللذيذ. عرفت أن هذا سيجعلكم تفرحون. حسناً إذن، من الذي أحضر الطعام؟ ظننا أنه معك. أنا؟ لا، ظننت أنه معكم. لا. هذا أسوأ يوم نقضيه في الخارج على الإطلاق. هاي هاي هاي، لا داعي للاكتئاب محسن، فلا نزال نستمتع بوقتنا. لكن ليس لدينا طعام غداء. ها، من يحتاج إلى الغداء؟ سأخبركم ما الذي يبهجكم الآن. أها، محسن وفاتن لم يبقيا هنا. لكننا سنبقى، لن أتقدم خطوة. حسنا، لنرتاح هنا قليلا. ظننت أنكم متقدمون علينا. وكذلك نحن، لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. أوه، آسف سامي، سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث. لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولدي محسن. النجدة! الصوت قادم من هناك. ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير. محسن، هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما. حسنا، إن لم تضيع محسن غانم، كنت تغش صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جريا. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد الكثير ليلة. في متجر الصغير ستجد غبية. غشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً. إنهما أيمن وفتح يديهما مباشرة سارة وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كل أخذ أنفهم متقاربون جداً، سينتهي السباق بالتعادل. ما الآن؟ لا أصدق، سامي وليلى آلة سباق الصقل الثلاث. يا للروعة، لقد نجحا، يا له من سباق جميل. أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا سيدي. مش محاصر في قبو مليء بالماء، وفتحي معه هناك أيضا. أخرجني من هنا، وسنذهب لإنقاذه على الفور. يبدو أن القفل تعطل. أماني محقة، لا أستطيع تحريكه أيضا، لكني سأستخدم الفأس. لا 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 لا، لا تقلقوا علي، اذهبوا وأنقذوا فتحي، سلامة الناس أولا.
هيا تحركوا بسرعة. إن كنت متأكدا يا سيدي فهيا إذن لنذهب. قضى موفقا. آمل أن يكون فتحي بخير، أحتاج إليه لكي يغني معي. لا تقلق يا أيمن، أنا متأكد أنه سيكون بخير. اتبعاني. حسن، إنه في الداخل صحيح؟ فتحي، أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش، لأنني سأحطم الباب بفأسي. فهمت يا سامي. اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافاً. يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المضخة أولاً. كل شيء في وقته. أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش. فتحي، هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي. أمسك ذراعي يا فتحي. أحسنت سامي. أوه مشمش، أنت بأمان. بقيت هادئاً تماماً وفعلت كل شيء على حدة. ليتني فعلت ذلك، ما كنت تورطت في هذه الفوضى. لا تقلق، على الأقل أنت بأمان. نعم، شكراً جزيلاً لك يا سامي. هيا فتحي، لنذهب ونغني أغنيتنا. مهلاً يا أيمن، كل شيء في وقته، أليس كذلك؟ نعم، كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي. أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج. وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة، وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي. رائع يا فتحي، رائع. نحن نتراشق منك. من فهد إلى الإطفائي سامي، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد. حددت موقع الحافلة، إنها عند المعبر. يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق. المكان موحل جدا هناك. شكرا يا فهد، نحن في طريقنا. آمل أن يكون الجميع في الحافلة، يمكن للمرء أن يضيع بسهولة. نعم، لا يمكن أن أجول هناك أبدا في النهار، فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً، مروحية فهد. هنا، أنا هنا، أرجوك. أوه، لا يعلم بأنني تهت. محسن، هل تحاول إخافتي؟ هل الجميع بخير؟ أوه سامي، الآن فقط أشعر بالإطمئنان. حسناً، سوف نعيدكم إلى الطريق. أين تامر؟ يطلب المساعدة، يا لشجاعته. ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به. لا توجد تغطية، قد يكون في أي مكان. أيمن، أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد. حاضر سامي. فهد، أنا سامي. السيد تامر في مكان ما، سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده. لا تقلق سامي، أحتاج إلى شخص آخر معي. لا تقلق، اعتمد عليه. حسناً سامي، جاهزون. للأسف ليس لدينا سائق. لدي كلب، كلب كبير أترى. ماذا؟ انظر هناك. نعم، أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة.
إنها حالة طارئة، حريق مشتعل في كل مكان. لكن لا تخافوا، ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ. هذا مذهل ومثير. تحرك يا فارس لنقترب أكثر. اسكت، لا أستطيع التحرك. سيحتاجون إلى مساعدة جوية. آه، إنه فهد في مروحيته. أمسكت بك يا فارس. النجدة، النجدة، النجدة. النجدة. انظر سيدي. حالة طارئة، صبيان عالقان على السقف. يبدو انهما في ورطة. ايمن، يجب ان نستخدم سلم جوبيتر. انه ولدي محسن وولدي فارس. حسنا، سنعيدكما الى حيث يجب ان تكونا. سيداتي وسادتي، وها هو محسن غانم ينزل من مروحيتنا مكللا بالخزي. ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس. آسف، كانت فكرتي، فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك. أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ. الآن فهمت. السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية. أحسنت يا سيدي، يومك المفتوح حقق النجاح الكبير. نعم، لقد شوه شمشوم فردة الحذاء حقاً. أتساءل لمن هي؟ إنها فردة حذائك سيدي. حذائي؟ استخدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن؟ انتبه. كدت أدهسهما. أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخروفين. ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول. شمشوم يريد منا أن نتبعه. سأخذ سيارة الإسعاف، ربما تأذيا. سامي، تلك شاحنة فتح. أحسنت صنعاً يا شمشو، لقد فعلتها. فتحي، هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا، لا أستطيع الخروج، فقط باب مقعد الراكب عالق. فتحي. حسناً، تراجعوا جميعاً إلى الخلف. أماني، مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء. سنضطر لخلع الباب لنحررك يا فتحي. أماني، أحضري أداة الخلع. كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان. نعم، كنت أحاول جمعهما في حظيرتهما. بشمشوم، صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كلب راعي. أعلم. هيا فتحي، أعطني يدك. شكرا سامي، يا للهول. ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل. سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين. الآن أنباء جيدة، السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن. شمشوم أحسن صنعا، إنه بطل.
قال سامي شيئا عن خروفين هاربين. سيدي الفؤاد لقد انتهى. قال فتحي يعالج بالخوف.